الشيخ، هل الدم كثير يبطل الوضوء؟ نعم، الدم الكثير الخارج من غير السبيلين لا يبطل الوضوء، سواء خرج من الأنف أو من جرح أو من الرأس أو من أي مكان من البدن إلا ما خرج من السبيلين، وذلك لأنه لا دليل على أن خروج الدم ينقض الوضوء إلا ما كان من السبيلين، والسبيلين عن القبل والدور. نعم.